نجاح هذا المشروع ومهتم به اهتمام كبير. كما تعلمون ولا يخفى على أحد أن هذا المشروع لاقى توجيه وتنشيط ودعم من والد الدكتور الأخ القائد، وطبيعي أن نحن نثمن اهتماما بهذا المشروع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ القائد لدعم ابن الدكتور سيف الإسلام لإتمام هذا المشروع، وكذلك المشاريع الإصلاحية التي تحتاج لتوفيق الله ثم دعم وتوجيه وترشيد من والده الأخ القائد العقيد معمر القذافي.